الحلفي بعيد في المسجد الرباطي مرر وقع الايمن تمريره بطار المدافعين واللاعب فريق الفتح الفتح هذا الموسم بطموح المنافسة على اللقب ولا شيء غير ذلك من معترك عملية فريق شباب المسيرة. هل تنفذ الكرة أو التمرير في فائدة من للحلفي؟ الحلفي المراوغة بطريقة شيء فأنا الأولى مرت محاذية لمرمى الحارس سحيم بعدها كرة داخل معترك عمليات فريق شباب المسيرة تسدد لكن فوق
ذلك بعد خلي الكرة لفادي الفرق المحرمة تنطلق من الجريمة تبعيد كل بعد كل الكرة ذلك تقوية صوت أكثر مباراة عن كرة لفادي الفرق المحرمة شريفة أمام أبناء الأمس ليس رفاق الأمس لأنه من الرقبة محمد أمين البقالي للفتح الرباطي الذي يولي بحثه عن الهدف الاول في المباراه هذا المراوغه بشكل ممتاز لكن الحكم عمر الحلوي يتدخل لصالح اللاعب اسامه الحلبي الذي يحصل على خطا بعد تدخل جولي باسكال محمد امين البقالي للفتح الرباطي الذي يولي بحثه عن الهدف الاول في المباراه هذا المراوغه بشكل ممتاز لكن الحكم عمر الحلوي يتدخل صالح اللاعب اسامة الحلبي الذي يحصل على خطأ بعد تدخل جولي باسكال منصور لمرادة سيطول المدافع الايمن مرادة سيطول سعدان شاف الحلبي نفسية عددية كثر وجوه كرة مرة ممتازة جدا والهدف الاول هدف اول هي كرة المباراة يا فتح هي كرة المباراة وهي كرة الأمان على مستوى الصدارة صدارة المهددة قد نشاهد صدارة مشتركة غدا رغم أننا في الريحة ربما فريق الفتح الرياضي وقدم الشوط الأول في المستوى اللي شفناه يعني بكل صراحة فالهدف في الدقيقة السادسة اللي احنا شوية فريق نادي القنيطرية الله بغى يوقف المقابلة كيتفاجئ بهدف في الدقيقة السادسة الشيء اللي خلى اللاعبين ديال فريق نادي القنيطرية يتشابكوا بداية ولكن هذا ما تيعنيش بأن فريق